بنفس القدر بنفس الطريقه بنفس الروح لما اتفتح مجال المشاركه في الانتخابات الرئاسيه، كان رايي وكان راينا ان احنا سنشارك ما امكننا ذلك. احنا ما بنقطعش، احنا بنمنع من المشاركه. انا بعتبر بحدث في 2018 ان احنا منعنا من المشاركه، انما في 2014 مثلا كان في امكانيه للمشاركه. نعم. فشارك حمدين الصباح. نعم. في 2018 لم يكن لك امكانيه للمشاركه. نعم. النهارده الشخص الوحيد اللي شارك في انتخابات 2018. نعم. بدا اول تصريح له بانه ينتخب الرئيس دلوقتي 24. فالنهارده في الانتخابات النهارده انا بعتبر، عشان اذكر سعادتك واذكر الساده المشاهدين، هذه خامس انتخابات رئاسيه تحدث في تاريخ مصر. قبل 250 كانت ملكيه وراثيه. بعد 250 لم تعرف الانتخابات طوال عهد مصر، لم تعرف انتخابات طوال عهد السادات. لم تعرف انتخابات طوال الفتره الطويله من حكم 25 سنه من حكم مبارك. 2005 كان اول انتخابات رئاسيه وكان لها طابع تنافسي، لا هو نموذجي ولا هو مثالي. كان بدايه. كان بدايه. وتمت في ظل برضو يعني مساحة محدودة من الديمقراطية. ثم جاءت الانتخابات التالية في ظرف استثنائي جدا، كان في مظاهرات في الشوارع، كان في زخم، كان في مظاهرات شائسة على انتخابات 2012 لأنها تمت في لحظة استثنائية خاصة. نعم. انتخابات 2014 أيضا استثنائية جدا. ليه؟ نعم. لأنه ده أول رئيس جمهورية يجي مصر، رئيس عبد الفتاح السيسي، جه بشعبية كبيرة، جه من لحظة شعبية كبيرة. نعم. فبالتالي انتخابات ما كانتش تنافسيه بما يكفي، وما كانش فيه عدد كبير من المرشحين. انتخابات 2018 كما وصفتها. نعم. منذ قليل هي. نعم. يعني المرشح المنافس قال انا هنتخب. نعم. المرشح المنافس. نعم. فاذا ما كانش فيه انتخابات، وده ما كانش صدفه، ده كان نتيجه مستوى معين من التضييق في المجال العام لم يسمح لنا بالمشاركه. لذلك البيان اللي احنا طلعناه في الحركه المدنيه في ذلك الوقت واللي انا دفعت عنه ببساله يعني، هو ان احنا منعنا من المشاركه، نحن لم نقاطع. يعني اي حد كان بيحاول ينتزع من التعبير انا بقطع الانتخابات، انا ما بقطعش. نعم. منعت من المشاركه. انتخابات المره دي انا كنت بقول احنا نشارك في هذه الانتخابات طالما ان هناك مساحه نستطيع ان نشارك فيها. نعم. من اللحظه الاولى بنتكلم عن ضمانات لنزاهه الانتخابات، بنتكلم عن مطالبات لضمان نزاهه الانتخابات. هل عشان اجاوب على اسئله عشان ندخل واضحه ونخش في الموضوع، هل تحقق لنا ما نصبو اليه او ما نامل فيه؟ الاجابه لا. يعني احنا طلبنا حاجات كثيره جدا، تحقق منها ما اسميه انا النذر اليسير، ولكن هذا النذر اليسير يعني هو نفسه مساحه انا بشتغل فيها دلوقتي. نعم. يعني اذا انا ما منعتش، انا حجمت، انا تحددت. نعم. لان انا زمان، انا اول تجربة لمراقبة الانتخابات في مصر او متابعة الانتخابات في مصر تمت سنة 95، كان لي شرف المشاركة فيها جنبا الى جنب مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان، مركز القاهرة لرسالة حقوق الانسان، مركز ابن خلدون، مش متذكر مين تاني، ارجو ان ما اكونش نسيت حد. عملنا تجربة لمراقبة الانتخابات، يومها اتعلمنا وعلمنا الناس ان الانتخابات ليست ستارة وصندوق كما يزعم البعض. نعم. الانتخابات دي بيئة سياسية. نعم. وبيئة تشريعية. نعم. وبيئة إعلامية. نعم. ثم إجراءات عملية الانتخابات نفسها. عزيز. وبالتالي أنا ما بعتبرش أنه الانتخابات تعكس إرادة الناخبين بالكامل ما لم تتحقق كل هذه الشروط. أنا لا بعتبر أن البيئة السياسية اللي بتتم فيها الانتخابات هنا بيئة مثلى أو ديمقراطية، ولا البيئة التشريعية ولا البيئة الإعلامية. إذن إحنا بنتكلم في ما تبقى اللي هو العملية الانتخابية نفسها من حيث الإجراءات. طيب. منذ فتح باب الترشح وحتى الآن. أولاً